إلى دهوك، حيث المديرية العامة للسياحة في محافظة دهوك تستعد لإقامة معرض دهوك السياحي الدولي الثاني الذي يشارك فيها العديد من الجهات السياحية التابعة للعراق وكذلك عدد من الدول. التفاصيل مع آيات برواري. أكثر من 120 شركة سياحية من العراق وعدد من الدول العربية والأجنبية ستشارك في المعرض دهوك السياحي الدولي الثاني، والذي سيتم افتتاحه في 25 من الشهر الجاري لمناسبة يوم السياحة العالمي. سيتم افتتاح المعرض السياحي الدولي الثاني في يوم 27/9/2022 الساعة 5 عصرا، وبمشاركة العديد من الشركات والمنظمات السياحية داخل أقليم كردستان ومن العراق ومن بعض الدول الأجنبية أيضا راح يشاركون بها. الهدف من هذا المعرض هو إقامة العلاقات بين مختلف الجهات المشاركة، وأيضا هو كتسويق لمدينة دهوك حتى هذه الجهات المشاركة من تجي لهنا، خاصة الدول الأجنبية المشاركة فيها، حتى يعرفون المقيمات السياحية الموجودة في محافظة دهوك، وإن شاء الله أكو رحلات إلى الأماكن السياحية الخاصة، فهو التسويق لمدينة دهوك أو لمحافظة دهوك. فعاليات فنية وفلكلورية وأخرى متنوعة ستنظم على هامش المعرض الذي يهدف إلى زيادة التعريف بمحافظة دهوك من جميع النواحي. نهدف من خلال تنظيم هذا المعرض التعريف بشكل أكثر بالسياحة في دهوك، وأن يكون المعرض جسرا بين الشركات المحلية والأجنبية لتوقيع عقود سياحية متبادلة، ونهدف أيضا إلى جذب السياح من خارج العراق أيضا إلى المناطق السياحية في دهوك. أكثر من 1.5 مليون من السياح زاروا محافظة دهوك ومصايفها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وتسعى المديرية العامة للسياحة في المحافظة إلى إنشاء العديد من المرافق والمراكز السياحية لجذب أكبر عدد من السياح من داخل العراق وخارجه. طبعا هناك الكثير من المشاريع السياحية الاستراتيجية في محافظة دهوك، منها المرحلة الثانية من جبل زاوة، مشروع الفندق الحجري ما زال مستمر، أيضا سيبدأ العمل بعد فترة بفندق السكة، وأيضا مجمع آغا اللي موجود في قلي شيران أيضا هو مشروع جديد وأيضا راح يدخل بالعمل، وأيضا عندنا مشاريع أخرى على أطراف دهوك، ومستقبل دهوك من الناحية السياحية إن شاء الله سيكون مشرقا. من بداية 2022 وحتى نهاية الشهر الثامن أكثر من 1,600,000 شخص سائح داخل إلى هذه المحافظة. لبرنامج صباح الخير يا عراق، أياد برواري، دهوك.